احنا حاليا بلشنا بشكل رسمي بالموجه الثانيه من كوفيد 19 في شمال غرب سوريا. حاليا الحمد لله نحن رافعين الجاهزيه والتجهيزات لاستقبال اهلنا والمرضى في شمال غرب سوريا في ظل الموجه الثانيه. حسب فريق لقاح سوريا انه دخل عنا على شمال غرب سوريا دفعتين من اللقاح. اول دفعه كانت حوالي 54 الف جرعه انتهت. هلا حاليا دخلت الدفعه الجديده من اللقاحات حوالي 30 الف على ما اذكر، وباشر ان شاء الله اعتبارا من يوم السبت 21/8 بتوزيع اللقاحات. هن حددوا الفئات المستهدفه من اللقاح، كانت هي العاملين الكوادر الصحيه يقدر عددهم ب 24 الف عامل، بالاضافه لكبار السن. ما في تحديد يعني ما في احصائيه معينه لعددهم. ما بظن انه الدفعات اللي وصلت لحد الان ان هي كافيه لهالعدد السكان او لهالفئه الكبيره من الاشخاص. اللقاح بخفف الاعراض او بخفف الاصابات، او وقت الانسان بينصاب بخفف الاعراض. يعني انت كشخص اخذ لقاح كوفيد 19 ممكن انك تنصاب ولكن ما رح يكون عندك اعراض شديده، فهذا الشيء اكيد رح ينعكس بشكل ايجابي على عملنا. ما رح نستقبل هالحالات التعبانه اللي عم نستقبلها هلا. هلا شوفي لعينك اليوم كان المرضى المشفى مليان من المرضى ممتلئ، واغلبيه الاشخاص الموجودين عندنا او كلهم ما كانوا ياخذين اللقاح.